أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الأخبار المساء، المنتخب يطير لسوازيلاند، صلاح يعود لإنجلترا وأجير يتمسك باصطحاب مني وطارق. المساء، الفراعنة في سوازيلاند بتشكيل اضطراري، أجير يستعين بالوجوه الجديدة في الجولة القادمة بسبب الإصابات، والشحات بديل عن صلاح بعد تأكد غياب الكينج في الإياب. اليوم السابع، رحلة منتخب مصر لسوازيلاند تستغرق 10 ساعات. سوبر كورة، مدرب المنتخب يرفض مواجهة تونس في ملعب السلام. الشروق، ناجي يصرح الشناوي يعيش أفضل فترة في مشواره. الفجر، هاني رمزي، نتابع تونس بشكل جيد وهدفنا صدارة المجموعة. بوابة أخبار اليوم، مدرب المنتخب غياب صلاح يؤثر على مواجهة إسواتيني القادمة. كرة، طبيب منتخب مصر عن إصابة صلاح، تصريحاتي فهمت بشكل خاطئ. صدى البلد، خافيير أجيري يستقر على بديل محمد صلاح أمام سوازيلاند. وان تري، مدير استاد السلام يرد على اتهامات سوء الملعب. في الجول، كردي لم يتم مناقشة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين، أوافق على الفكرة في حال تسريح المنتخب. بوابة الأهرام، طارق العشري يقترب من تدريب منتخب ليبيا. الوطن سبورت، إناوي ودياوارا يجددان للإنتاج الحربي. فيتو، خلاف بين الزمالك ووزير الرياضة بسبب الجمعية العمومية. سكاي نيوز، ساري يحسم مستقبل هازارد مع تشيلسي. سبورت 360، نصيحة ميسي لنيمار بتعاقب ريال مدريد. أسلو كاكويو غاز العملاق الدوري الإيطالي.